المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي من المشاريع العملاقة على مساحة 42 ألف متر بسعه معالجة 1 مليون متر مكعب من المياه يومياً لري 70 ألف فدان من أراضي سيناء في إطار خطة الدولة لتنمية الأراضي الزراعية بسيناء وبناء مجتمعات عمرانية جديدة. المحطة دي بتاخد المياه بتاعتها من بحيرة التمساح، بحيرة التمساح ديت المشكلة اللي فيها طبعا ما كانش فيه اهتمام بيها في الأول، بس طبعا توجهات الدولة اللي احنا نقدر نستفيد من كل قطرة مياه موجودة، فبالتالي المحطة دي اتعملت علشان نقدر نروي بيها 70 ألف فدان، من 50 ل 70 ألف فدان موجودين لأبناء سيناء في المنطقة هنا اهوت. المحطة دي كمان الميزة اللي فيها إن هي بتقدر إن هي هتشغل أيدي عاملة كتيرة موجودة في المنطقة، وهتخدم المنطقة كويس قوي وتعمل سكن عمراني حواليها، والقرى اللي حواليها والمدن اللي حواليها فعلا حصل فيها رواج اقتصادي كبير. انا عايز اقول لحضرتك ان المياه دي كانت مهدره، هي الفكره الحمد لله يعني ده توجه للدوله ان احنا نحافظ على اي قطره مياه، حتى بحيره التمساح كانت بتعاني من ان الاهدار ده كان بيأثر على الثروه السمكيه لانها غير معالجه. نفذنا المشروع عشان ناخد كميات المياه دي ونقدر نستصلحها ونقدر نعالجها وبالتبعيه ننقلها لسيناء لزياده الرقعه الزراعيه فيها، وده كان هدف كبير جدا ان المياه اللي زي ما حضرتك بتقول مليون متر مكعب في اليوم دي كانت مفقوده بالنسبه لمصر، لا احنا الحمد لله عالجناها وقدرنا ان المياه دي نستفيد بيها لحاجه افضل. يعني هذا المشروع يقوم بالمعالجه بطرق باعلى تكنولوجيا موجوده في العالم كله، وده مما ادى الى انه وصل لمرحله ان هو كل المحافل العالميه اللي دخل فيها كسب الجواز بتاعتها الحمد لله، منهم جائزه سي اف اي وجائزه اي ان ار لافضل مشروع على مستوى العالم في الناحيه التصميميه وكافضل مشروع في معالجه واعاده تدوير المياه. تم بناء هذه المحطة على مستويات، فكل ده بيوفر في الطاقة ووفر في المساحة معانا. هدف مشروع محطة المحسمة نقل مليون متر مكعب من مياه الصرف الزراعي من غرب القناة لاستصلاح أراضي سيناء والمحافظة على الثروة السمكية وزيادتها ببحيرة التمساح. احنا هنا في محطة رفع المياه العكرة اللي بناخد المياه من صحارة المحسمة بنرفعها على المحطة الرئيسية او محطة المعالجة الثلاثية لمحطة المحسمة عن طريق 8 طلمبات رفع، 6 في الخدمة و2 لحالات الصيانة. بنرفع المياه عن طريق طلمبات الرأسية بترفع بقدرة 7000 متر مكعب في الساعة وقدرة رفع 19 متر في مواسير قطر 200 ملي متر بطول 320 متر من العنبر اللي احنا فيه لمحطة المياه الرئيسية. الموضوع هنا بيديني تحكم كامل وفول اوتوماتيك للمراحل المعالجة بتاعتي والمنظومة بتاعتنا كلها، بحيث نضمن عدم حدوث أخطاء بشرية قد تكون 0%. هنا بقدر أتحكم في المياه من حيث الدخول ومتابعة مراحل المعالجة بتاعتي ابتداء من محطة رفع المياه العكرة ورفعها بطرمبات، عدد 8 طرمبات كباستي كل طرمبة 7000 متر مكعب في الساعة. بعد كده بحيث ان انا ارفعها لبير التوزيع، وده اولى مراحل المعالجة بتاعتنا، بحيث اقدر اوزع منه المياه على ربع او نص او ثلاث ارباع او كامل كفاءة المحطة بتاعتي، وابدا بعد كده باحواض المزج السريع، وده عشان نعمل خلط للكيميكالز اللي احنا بنضيفها للمياه مع مية الدخول. احنا العينات بتجينا عن طريق الطلمبات، العينات اللي بتجينا او ممكن الفني يجمع من المناطق اللي مش موجود فيها طلمبات عينات، بس اغلب المناطق الحيوية احنا بيجينا منها طلمبات العينات عن طريق الحنفيات اللي حضرتك شايفها دي. بناخد عينات كل ساعتين بنقيس فيها الأس الهيدروجيني، بنقيس فيها الكونتاكتفية او التوصيلية الكهربائية، بنقيس فيها تجارب معينة كده خاصة بالصرف الزراعي. المحطة من حيث الكهرباء هي كشبكة توزيع عبارة عن ميديم فولت سويتش جير، عبارة عن 12 خلية، في عندي عدد 2 دخول 11 كيلو فولت وعدد 6 خروج لست ترانسات، وعندي 2 دخول احتياطي لمولدات بتشغل لي ربع المحطة في الخدمة. لو المصدر الرئيسي حصل فيه مشكلة المصدر الاحتياطي بيخش معايا في الخدمة. وفقاً لأعلى التقنيات التكنولوجية الحديثة تعالج مياه الصرف الزراعي ويعاد تدويرها، وكمردود اقتصادي تم توفير فرص عمل وتعزيز المنتج الزراعي للتصدير. خالد أحمد، MBC مصر.